شويه بعد ارتحيتي على الحاج غير شويه، ما نقولش ارتحيتي ولكن قلبك اطمئن غير نوعا ما. الحمد لله باللي 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 لقيناه ولقينا فين نترحموا عليه، واحد القبر فين نترحموا عليه، هذاك واحد الجزء كبير من 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 ولكن الحمد لله كل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى. واستدعوا عدة مرات لحد الساعة من كزوجة ديالو من حقهم أنهم يستدعوا حتى باش يبلغوها، ولكن ما حضراتهم وتسوقاتهم شكاع ما كيناش مسالياش. كنقول مع ولدي باقي صغير غادي ربما هو أنا غنموت قبل منه، هو اللي غيدفداك، هو اللي غيبربك، هو اللي غيدعي معاك، غادي يرحم ترحم عليا وكل شيء، ولكن كان العكس، انا اللي دفنته وانا اللي ترحمت عليه وانا اللي حبي، ولكن الحمد لله كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. بنيت ما بنيت عليه وكان نجي نزوره يوميا لان مسخيت به الله يرحمه والى رحمه الله. السلام عليكم. كيتواجد معنا اب الراحل رضا فراس اللي تقتل بواحد الطريقه بشعه جدا جدا على يد عصابه خطيره، واللي الاب ديالو صراحه كنبغيو نحييوه، لا هو لا الام لا العائله كلهم على هذا الصمود ديالهم وعلى المجهودات اللي داروها، وما استسلموش وما عياوش وما ملوش وما قالوش نمشيو في حالنا صافي ما عندنا ما نديرو، راه الجثه ما لقيناهاش، ولكن خلاو شغلاتهم وخلاو حياتهم وخلاو عائلتهم وبقاو صامدين كيقلبوا على الجثه ديال رضا، حتى الحمد لله لقاو بعدا غير واحد الجزء فين انهم دفنوه، وعلى الاقل غير يقيدوا ليه كيف ما كنقولوا قبره. تنعرفوا ان الجثه ملي كدار في القبر دوك العائله مساكن راه كيرتاحوا بعدا نوعا ما. الحاج دابا عاد غنقولوا لك البركه في راسك. شبعكم باس الحمد لله، ربي له ربي له اخذ، انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله على كل حال، الحمد لله لان تقريبا 6 شهور وحنا 6 شهور داز الدخية من شهر فبراير اللي كانت واقعة سي نهار 9 فبراير من 2024، ونهار لقينا في الواد لقينا الجمجمة ولقينا الثار. نهار لو 5 أفريل وسبحان الله واحد القضية اللي غادي نسير لها، أنه توفي نهار 9 نهار الجمعة، ولقينا الجثة ديالو نهار الجمعة ليلة 27 نهار 5 أبريل، ونهار دفناه يوم الجمعة 16 أوت. الحمد لله الحمد لله. وخا شنو لقيتو في الجثة؟ لقينا غير الجمجمة، لقينا الجمجمة وقمنا بالتنقيب مرات عديدة أخرى من بعد ذاك الشيء، وما استطعناش لأن الله يشكر هذوك القوة المساعدة والقوة المدنية، هذيك الوقاية المدنية على المجهودات، ولا الدرك ولا رجال الأمن ولا الغواصين ولا كاع الناس اللي بذلوا مجهودات، كل شيء كانوا منضمين معنا الحمد لله. وأي بلاصة مشينا لها لا من ناحية الأمن الوطني ولا من ناحية القضاء ولا من ناحية الناس اللي مكلفين هنا بمقبرة الرحمة ولا كل شيء ساندونا وكل شيء كانوا معنا الله يجزيهم بخير. ومن هذا المنبر انا كنشوف ان المجهودات كلها كانت للعائله اللي ساندوني بزاف، سيرتو خوتو وخواتاتو وواحد اختو بزاف، واحد اختو بزاف مسكينه. شفتها هذيك بنتك شنو دارت، بغات تحماق مسكينه، خلات خدمتها وخلات كل شيء. الحمد لله الحمد لله على النتيجه اللي لقيناها ودفناها. مسكين المرحوم جنا ليه القبر ديالو، دارت بطبيعة الحال تحليلات ديال الADN على الجمجمة باش تأكدوا أنها رضا. نعم التحليلات كانت في نفس هذيك الوقت فاش لقينا فاش لقيت لو 5-4، كانت التحليلات كانت تقريبا 24 ساعة لأن كان على حساب الأسنان ديالو وداك الشيء، حيت ما بقاش الوجه مبينة فيه، بقات غير الجمجمة. لا ما بقاش، بقات على الجمجمة مسكين الله يرحمه وعلى رحمته. شهرين ماشي سهلة، شهرين هو في الماء، وهاد الالم كثير، الامبو مسكينه ما تقدرش تعمل، ما تقدرش تخرج، ما تقدرش تجي، ما تقدرش تاع اسمو. كان من هذا المنبر كنشكر بزاف العائله
أصدقاء، ولا سيما أصدقاء اللي ما شفتهمش أنا تقريبا 40 عام هذه، ساندوني مساكن وكانوا معايا وقفوا معايا في هذه الأزمة، حتى لقينا الوليد وحتى دفناه الحمد لله. دابا بلي دفناه ارتاحينا شوية، ولكن كنقولوا دابا بعدا كتقول بعدا ولو غير زعما كالجمجمة بعداك على الأقل ارتاحي واحد الجزء منه، جزء منه راه كاين بعدا. الحمد لله كما كيقولوا الفقهاء وداكشي، الرقبة الرقبة هي كل شيء. الحمد لله دفناه ولقينا ليه الموضع ديالو، وكانت القبر ديالو والسمية ديالو في القبر ديالو، و نقول لك الله يرحمه ولي برحمة الله. شوية بعدا ارتاحيتي الحاج؟ غير شوية، ما نقولش ارتاحيتي ولكن قلبك اطمأن غير نوعا ما. الحمد لله باللي لقيناه ولقينا فين نترحموا عليه، واحد القبر فين ترحموا عليه، هذاك واحد الجزء كبير من ولكن الحمد لله كل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى، لان لولا فضل الله سبحانه وتعالى ما كناش غنلقى والو، ما كناش غادي يسمو، ولا هذوك المجرمين ما كانوش غادي كاع يتشدوا ولا يسمو، ولكن الحمد لله كل شيء غادي في سمو. وان شاء الله دابا حنا كما كنقولوا نجحنا في المعركه الاولى، هي المعركه ديال باش قلبت على وليدي ولقيتو سمو بكل الجهد اللي كان، وان شاء الله دابا بغات تبقى لنا المعركه هي العداله. وانا واثق بان الحمد لله عندنا قدات كفء، الحمد لله غادي يقوموا بالواجب ديالهم، لانهم تاهما ساندوني في الاجراءات وفي الرسم ديال الدفن والاجراءات ديال التنقيب، وكانوا زعما في حسن اسمه المعامله ديالهم، الله يجازيهم بخير. شحال من واحد تلقى عليه القبض في هذه القضيه الحاج؟ وتقريبا انا ما نقدرش نقول لك بالضبط شحال، لانه هما خمسه وكاينين. تحضرتي مع عند السيد قاضي التحقيق، تواجهتي مع بعض كانوا افراد العصابه؟ الساعه خمسه وكانوا جوج قبل منهم، وكانوا لان واعترفوا بكل بروده بانهم داروا لي وفعلوا لي وتركوا لي. اعترف هذاك السيد، هو الاعتراف ديالو هو اللي لجانا باش نمشيو للواد، لان الاعترافات ديالو هو اللي قال لك بانه قتلوه، بان عذبوه، بان قطعوه، بانه لاحوه داروه في سيساك بلاستيك ولاحوه في الواد ابرقراق في واحد المنطقه كيقول لها الفخارين، وهذيك البلاصه هما عارفين لان كاين فيها واحد النوع ديال واحد الغيس وداك الشيء كيشد هذاك الوحل كيوحل هذاك الحيط، ولا داروا السيكان بلاستيك وداك الشيء. الحمد لله انا هذيك الاجراءات اللي قمنا بها ديال التنقيب وداك الشيء، ومن هذا المنبر كان واحد السيد بزاف في قنيطره اسمه الله يفكرني في الشهاده ديالو، هذاك هو اللي عطانا الفكره باش نقبل تحت اسمه نديروا واحد العمليه ديال التمسيح ديال هذاك الوحل وداك الشيء باش تبانت لنا الجمجمه. الحمد لله. اش نقول لك، الله كل انسان، الناس كلهم كتعاونوا معنا وعاونونا، وقال لك السبب هو بسبب مبلغ مالي، كان بسبب الفلوس، بسبب طمع الدنيا، داروا لذاك الولد هذيك الحاله. هو داك قضيه الفلوس هذيك غير جات واحد، حيت هو دابا قضيه الفلوس كان بينه وبين واحد السيد كيتسالوا شي فلوس، هذاك اللي هربان دابا، ولكن هذيك غير دابا هو باللي جاي ياخذ من عنده رزقه، ناض هذاك السيد هذاك رئيس العصابه، هذاك السيد اللي غالب عليه الفلوس وغالب عليه بزاف صحته، هذاك ناض بغى يضرب على ولدي، ولدي كان من ذاك النوع اللي ما كيخليش ما كيستاهلش نمش، ضربه وياه وضربه ولدي ما رضاش قدام الناس، لانه طاح وداك الشيء، وهذا الشيء شهر تسعود بحال زعما طيح له الهبه ديالو. وهذاك الساعه بقاو هما من ديك الوقت كيوجدوا كيصاوبوا كيذاكروا بيناتهم، يعني السيد اللي عنده معاه المشكل ما مشى فحالو، هذاك عنده معاه مشكل ديال الفلوس، الاخر بغى يدافع على هذاك، ما عندوش علاقه كاع بالموضوع، ما عندوش علاقه، هو قال ليه ما كتسال والو، ما عندك ما دير، وهذا ما غادي ما يعطيك الدري، ما بقى فيه الحال، وداك الشيء تعرف الانسان تهزأ واحد الانسان ورزقه ديه ليه، ما بقى فيه الحال. ولكن من بعد هو ما نسى هذيك القضيه، ومشى تزوج، ودار واحد الزواج بحال هكا، بغى يتزوج وبغى يدير وليدات وبغى يدير واحد مشروع وبغى يدير هذا، ولكن مع هذه الزوجه هذه اللي ما حضرات لا الدفين لا، ما بقات سولات واش لقيتو ولا ما لقيتو. لا هي ماشي غتسول، هي دابا ميم الشرطه نهار لقينا الجمجمه، حيت داروا لي انا واحد المحضر ديال التبليغ بان لقينا العثور على الجمجمه، ولقينا سمور باقيين كنقلبوا، واستدعوها عده مرات لحد الساعه من كزوجه ديالو، من حقهم انهم يستدعوها حتى باش يبلغوها. ايوا ولكن ما حضراتهم وما تسوقاتهمش كاع، ما كايناش، ما ساليهاش، وحاولوا يتصلوا بامها والدتها زعما باش دير عقلها وتجي باش دير غير محضر ديال التبليغ او لا اجراءات تكون معنا في الاجراءات في داك الشيء، ما كايناش، هي ما مسالياش، لان قالت لك كتصاوب في الشغل ديالها، الغنى ديالها، الرقص ديالها،
اسمو وهي واخا يكون هذا الزوج ما مزيانش واخا يكون ما عرفش شنو بينك وبينه، يكفي الطريقه البشعه باش تقتل وعائلته 6 شهور ولا اكثر هما تيقلبوا عليه، يعني غير وفاء لبعض اللحظات الجميله اللي دوزتوها مع بعضياتكم. يحضر الدفن والإنسان قال لك الله سبحانه وتعالى هما الناس من ما كنعرفوهمش وداك الشيء وداروا معنا وقفهم الحال وعزونا، هما لا هي لا العائله ديالها لا المحامي ديالها السيد اللي قام بواحد الدعوه ديال التشهير ضدنا ضد العائله، باسكو حنا التشهير في الاول كنا كدرنا غير كنقلبوا على ولدنا هذيك الساعه باقي ما عرفناش واش حي ولا ميت، داك الشيء كنتسائلوا جينا جيت انا من فرنسا كنتسائل شكون اللي غادي، لان الوسيله الوحيده اللي لقيتها هي التواصل الاجتماعي باش نوصل فينا هو ولدي فينا هو ولدي، ولا كان شي حد من الشهود اولا شي حد من هما دوك الجونات ولا شي حاجه يقدر يعذبوا الضمير ديالو ويقول لك انا هادي ولا هادي ولا يعطينا واحد المعلومات. هذا الشيء باش انا هدرت في الاول وهدرت باسم واحد استسمح واحد لان يجيب حرقه يسمح لنا لا يسمح لنا بالوالدين، ولحد الساعة ما كاين والو لا من العائلة ديالها لا منها هي لا من والديها لا من المحامي ديالها، واخا ولو غير التعزية ولا اسمه. الحمد لله أنا صيفط لها واحد النداء بأنها راه لقيناه وبأن اسمه الشيء باش توصل وتجي أولا شي حاجة ولا تقوم بالإجراءات ديالها كزوجة، ولكن الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال، لان احنا الوالدين الحمد لله انا اللي بقى فيا الحال هو انني جيت دابا القبر ديالو ها هو هنا واسمو. انا كنت كنقول مع ولدي باقي صغير غادي ربما هو انا غنموت قبل منه هو اللي غيدفنك هو اللي غيبر باك هو اللي غيدعي معاك غادي يرحم ترحم عليا وكل شيء، ولكن كان العكس انا اللي دفنته وانا اللي ترحمت عليه وانا اللي الحمد لله، ولكن الحمد لله كل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله لا حتى انا اللي كيفرحني وكيزودي يعاونني ويزيد اسمه فيا الفرصه واسمه هو الناس اللي كيقولوا فيه الخير انه كان رجل مزيان وكان اسمه سخي وكان متقي الله وكان اسمه الحمد لله على كل الحمد لله. الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقه القبور والمغدور والحريق والغريق هذو كلهم كيموتوا شهداء، وان شاء الله مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن اولئك رفيقا. مشاهدينا الكرام من قلب مقبره الرحمه مع اب رضا فراس اللي واخيرا تقيد له قبره، كنعاودوا نجدوا عزائنا العائله ديالو الصغيره والكبيره وكنعاودوا نرفعوا القبعه على هذه العائله طيبة اللي بقاو متابرين ومواصلين ومدؤوبين على انهم يقلبوا على الجثمان ديال الابن ديالهم، بالرغم من انهم واحد الوقت كيقولوا لنا صافي خصهم يأسوا لان صافي ما كاينش الحل. غنختموا معكم هذا البث المباشر واكيد اننا غنتلاقاو بكم في بث اخر باذن الله. الاب ديال رضا مسكين راه منذ الساعات الاولى ديال الصباح هو هنايا امام القبر، راه كتجي كل نهار ياك يا ولا بدا كنجي كل نهار وما نبغيش بنيت عليه وكنجي نزورو يوميا لان ما سخيتش به الله يرحمه وإلى رحمة الله. السلام عليكم.